10 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في سنة 2021. سنة 2021 رأينا لاعبين كبار لعبوا في أندية كبيرة اعتزلوا كرة القدم. تبغى تعرف منهم؟ تابع المقطع الأخير. معاكم هيمكس لايك فور عشاق الكرة. 10 إبراهيم أفلاي اعتزل كرة القدم في يناير الماضي بعمر 34 عام. 9 يان هونتلر اعتزل كرة القدم في سبتمبر بعمر 38 عام. 8 دين بابا اعتزل كرة القدم في سبتمبر بعمر 36 عام. 7 ماريو مانزوكيتش اعلن اعتزاله كرة القدم في سبتمبر بعمر 35 عام. 6 وفي شهر سبتمبر شهر اعتزال اللاعبين سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم في سبتمبر بعمر 34 عام. 5 مهدي بن عطية اعتزل كرة القدم في شهر ديسمبر بعمر 34 عام. 4 سامي خضيرة اعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الماضي بعمر 34 عام. 3 وين روني اعتزل كرة القدم في يناير بعمر 35 سنة. 2 آريان روبن اعتزل كرة القدم في يوليو بعمر 37 سنة. وآخر من اعتزل كرة القدم في سنة 2021 هو الكون أغويرو في شهر ديسمبر بعمر 33 عام.